اليوم تشاركون في هذه الحملة لتوزيع سلة الغذاء الرمضانية؟ الحمد لله، الحمد لله على كل حال. أنا مجند في هالبلد، والبلد اللي تطلب مني أي مكان أنا تحت أمرهم، وأشيل أخم ونظف كل شيء أسوي. هذه بالنهاية بلدي الكويت، واللي قاعد شيء أسوي له إياه شوية بحقها. صراحة كويسة والحمد لله، يعني وبارك الله فيهم الجمعية، وقايمين بالواجب كمامات وحاجات، والحمد لله كويسين. شو ناقصكم؟ ناقصنا شيء حاجة. ما تبي تسافر بلدك؟ لا تمام. ما تبي تسافر؟ لا 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 مرتاحين الحمد لله. الله يخليك. هذا الكيس فيه الله يسلمك سلة رمضانية لشخص واحد. ماشي. زين، فالباجي الحين يوزعون على الشباب. كم واحد هني؟ أربعة. أربعة. يا شباب هني بعد ثلاثة. هني ثلاث اكياس بعد. ثلاث اكياس، اخذ واحد لو سمحت. خلاص يلا يعطيك العافيه. بارك الله فيك. الله بارك الله فيكم ان شاء الله. الله بارك فيك. الله يعطيكم العافيه، وان شاء الله تفك الازمه هذه وتردون حق اهاليكم سالمين وغانمين يا رب. وانتم هني في الكويت بلد الخير، لا تشيل هم، احنا اخوان، احنا اخوان. السلام عليكم. هذه سلال الغذاء رمضانية إن شاء الله لكم والشباب أيضا المقيمين هنا في هذه المدرسة من الأخوان المقيمين. والله مشكورين، جزاكم الله خير، وأنتم يعني من جديد على شعب الكويت. أهلا كل خير. كم عددهم المقيمين هنا؟ يعني في الغرفة هنا احنا أربعة بس، المدرسة كلها كتير، يعني جماعة السلام كلها هنا 100-120 واحد. مقيمين هنا من حوالي كم، يعني كم صار لكم شهر أقل؟ من حوالي شهر كده. كل الخدمات متوفرة لكم من طعام وغيره؟ كل الخدمات متوفرة هنا، طعام وكل حاجة، يعني ما مش مقصرين في أي حاجة. شباب الأزمة اللي كانوا موجودين في الصفوف الأولى للدفاع عن الكويت، اليوم كذلك الشباب، نفس الشباب هذيل، نفس الدماء هي موجودة اليوم قاعدة في الصف الأول تدافع وتحمي وتسخر كل إمكانيات للدولة. اليوم سوينا حملة اسمها حق الجار، هذه المدارس بالقرب من منازلنا، فواجبنا ان احنا نقدم لهم هذه المؤنة لرمضان، احنا نسميها ماشية رمضان، وبتعاون صراحة ودعم من الجمعية الخيرية للتنمية والتطوير، ما قصروا، زودونا ضمن حملة فزعة الكويت، وكذلك دعم الشباب المتطوع لما عرف الشباب الكويتي ان اليوم في حملة لعمل الخير بادروا وكانوا عند هبة الاستعداد. نحن يوميا نطلع تنظيم جمعيات او نوصل سلات غذائيه حق اسر متعففه، او ان احنا اصلا نجهز وجبات غذائيه نوصلها حق الطيران المدني والدفاع المدني. طبعا احنا نساعد كثر ما نقدر، كل ما نشوف ان في مكان قاعد يؤدي محتاجين ناس نروح لهم على طول ونوفر لهم. شباب لا اله الا الله مو مقصرين، نوفر لهم الطاقه خلينا نقول البشريه، ونحط الخطه ونوزع.